الطريقة الأخرى اللي أنا هدي فيها مثال، وده مثال كويس جدا، اللي هو الكوتشينة. الكوتشينة دي فيها 52 ورقة، والكوتشينة متقسمة إلى بنقول عليها 4 ألوان، مش 4 ألوان، هي 4 أشكال. زي ما احنا شايفين كده، عندنا كارو أو دايمون، عندنا هارت أو قلب أحمر، أو عندنا سبيد قلب أسود، وعندنا تريفل اللي هو شجرة. أنا دلوقتي أنا هسحب ورقة، لو قلت لك إن الورقة اللي في إيدك دي لونها أسود، أنا هوريك الورقة لكن هنعمل ايماجينيشن، يعني ان انا مش شايفها، يعني فنعتبر ان الورقه اللي قدامك دي انت شايفها وانا مش شايفها، وانا بقول لك الورقه اللي في ايدك دي لونها اسود، يعني هتقول لي دي مش اعجاز، يعني ما فيهاش حاجه، عادي، انت ضربت احتمال وطلع صح. هي احتمالها قد ايه تحدث ان الورقه اللي تتسحب دي تبقى لونها اسود وانا مش شايفها واقول عليها انها سود؟ احتمالها 50%، لان نص الورق 26 ورقه سودة و26 ورقه حمراء، يبقى احتمالها كبير قوي ان انا ممكن تكون المقوله بتاعتي تكون صح. مش مستغرب يعني. لو انا قلت لك حاجه فيها ربع بقى، زي ايه مثلا؟ لو قلت لك ان الورقه دي قلب اسود، هو انا عندي كام احتمال الشكل يطلع اسود وتطلع قلب اسود؟ دول 13 ورقه، ودول 13، ودول 13، ودول 13، يعني احتمال الورق اللي يطلع فيه قلب اسود هم 13 ورقه من اصل 52، يعني ربع الورق ممكن يطلع قلب اسود، احتمالها 25%. برضو الاحتمال ده قائم ووارد، ان انا كل ما اقول لك الورقه دي قلب اسود قلب اسود وارد انها تحصل، ما هيش حاجه صعبه يعني. الصعوبه بتيجي فين؟ لو انا قلت لك الورقه اللي انت سحبتها بايدك دي هي الايس القلب اسود او الواحد القلب اسود، يا جماعه دي احتمال انها تحدث قد ايه؟ 1 على 52، انا ما عنديش غير ايس قلب اسود واحد في الكوتشينه، يبقى انا احتمال حدوثها 1 على 52، اللي هو بيساوي 0.019. الحدث ده احتمال حدوثه قليل قوي 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 قوي. لما اقول لك الورقه اللي في ايدك دي ايس قلب اسود هتقول لي واو انت عرفت ازاي؟ مش ممكن، ده سحر. او مثلا تقول لي لا 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 ده الكوتشينه دي مضروبه، ده انت معلم الورقه دي. يبقى البي فاليو لما بيقل، احتمال حدوث الحدث بيقل ويحدث، هتبدأ تصدق حاجة تانية، مش هتصدق الأصل الاحتمالات الطبيعية. ولو اديتها تشانس ان انا اعملها مرة، طب عملتها تاني، طب عملتها تالت، لا 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 ده كوتشينة دي مضروبة. احنا كده قربنا بالمثال ده، قربنا شوية احنا نفهم يعني ايه بي فاليو. ازاي بقى اقيم البي فاليو؟ دي نقطة مهمة جدا. لما يكون عندي ليفت تيل تيست، انا بفهم الليفت تيل تيست ايه؟ بفهم منه ان اول حاجه انا التيست هايبوثيس بتاعتي هيبقى اقل. بمعنى ايه؟ الالترناتيف هايبوثيس بتقول لي لا لا لا، الرقم اللي عندك ده اللي انت بتقول عليه ده مش مظبوط، الرقم اللي انا بقول عليه وهثبته هو اقل، ده الليفت تيل تيست. وبالتالي الزي سكور هيطلع نيجاتيف، لان انا على الليفت تيل الناحيه دي كلها نيجاتيف. وكمان الزي سكور اللي هيطلع من التست ستاتستيك عباره عن ديستانس، عباره عن مسافه، المسافه دي عليها رقم اللي هو الخط الابيض ده، ده الزي سكور. بينما الالفا ليفل اوف سيجنيفيكانس اللي انا بطلعه اللي هو مثلا هيكون 1%، الالفا ليفل اوف سيجنيفيكانس ده عباره عن ايه؟ دي عباره عن مساحه اللي هي الحته الزرقاء اللي احنا شايفينها دي، ده الالفا ليفل اوف سيجنيفيكانس، وقلنا ده 1% من الهول كيرف، الباقي اللي هنا ده كله 99%. انا دلوقتي الالفا فاليو بتاعي على المساحه دي هو 0.01. لو انا عملت تيست ستاتستيك، وتيست ستاتستيك احنا قلنا ايه الامثله للتيست ستاتستيك؟ كاي سكوير تيست لو احنا بنتكلم في كاتيجوريكال داتا، او تي تيست او انوفا اذا كنا بنتكلم في كونتينوس داتا، وعرفنا الفرق بينهم وامتى نستخدم كل واحده. لكن طالما انا بقارن حاجتين ببعض يبقى انا غالبا بستخدم الكاي سكوير تيست او التي تيست. دلوقتي الزي سكور بتاعي طلع ماينس 2.61. انا دلوقتي ده رقم اللي هو هيترسم هنا في اي حته، الرقم ده وضعه ايه؟ انا عايز اقارن ده بالالفا فاليو، مش كده؟ الالفا دي مساحه وده رقم، حاجه من الاثنين، يحول الالفا رقم وقارن رقم برقم، وده التراديشنال ميثود. انما الميثود بتاعت البي فاليو دي ان انا احول الرقم ده احوله الى مساحه واقارن مساحه بمساحه، اريا باريا. يبقى انا هحول الزي سكور بتاعي بتاع التست ستاتستيك هحوله الى ايه؟ الى مساحه. طب انا هحوله ازاي؟ هجيب الجدول بتاعي. الموضوع سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه خالص. الجدول بتاعي احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان زي سكور از نيجاتيف، مش كده؟ يبقى انا هستخدم الجدول بتاع النيجاتيف. احنا قلنا يا جماعه ايه؟ قلنا الرقم بتاع الزي سكور اللي هنا ده رقم صحيح،
والرقم اللي ورا اول رقم بعد العلامه العشريه اللي هو العشرات، تمام؟ وقلنا الرقم اللي هو افقي هنا ده الرقم المئوي بعد العلامه العشريه. الكولومن ده عدد صحيح زائد اول عدد بعد العلامه العشريه. احنا عندنا هنا ماينس 2.6، يبقى انا بدور على العدد الصحيح واول رقم بعد العلامه العشريه. ماينس 2.6 انا شايفه قدامي اهو، تمام؟ وعايز انه العلامه اللي هو المئويه بقى اللي هي دي الواحد ده، يبقى 0.01 ادور عليه هنا 0.01 اهو، اقابلهم الاثنين ببعض يطلع لي المساحه اللي بتشغلها الرقم ده. طب ايه المساحه اللي بيشغلها الرقم ده؟ اللي هو 0.0045، دي المساحه، لان احنا قلنا المنطقه دي كلها عباره عن مساحات موجوده تحت البيل كيرف او الستاندرد نورمال بروبابيلتي، وبتبقى غالبا المساحه دي ليفت تو ذا زي سكور اللي احنا شايفينها في الرسمه دي. الزي سكور بيعبر عن المساحه دي. ماينس 2.61 مساحتها في البي فاليو تبقى كام؟ 0.0045، 4%. ده رقم صغير قوي. تعالى بقى دلوقتي انا قلبت بقت مساحه، الالفا فاليو بتاعي كام؟ 0.01، والبي فاليو بتاعي كام؟ 0.0045. يلا نقارن مساحه بمساحه. ادي البي فاليو بتاعي اترسمناه اهو ومساحته اهي، خلاص. يلا نقارن المساحه دي بالمساحه دي، مقارنه الالفا بالبي فاليو، لان اصبحوا من الاثنين مساحه. انه اكبر؟ انا شايف ان الالفا هي الاكبر. فلما انا بقارن الاثنين ببعض، بقارن اريا باريا، تمام، وجدت ان البي فاليو اقل من الالفا فاليو، وبالتالي ده معناها ان انا معدي الليفل اوف سيجنيفيكانس بتاعتي، وان انا في المنطقه الخطره هنا، وبالتالي انا هعمل ريجكشن للنال هايبوثيسز وهقبل بالالترناتيف هايبوثيسز. ازاي نفتكرها؟ if the p value is low the null must go. the p value is low lower than كام؟ lower than the alpha value. خلينا ناخد احتمال تاني في الليفت تيل تيست برضو، وهناخد الليفل اوف سيجنيفيكانس 1%، وهنعتبر ان الالفا فاليو بتاعي 0.01، ولما عملت التيست ستاتستيك لقيت الرقم بتاعي ماينس 1.86. انا عايز اقارن ماينس 1.86 بالليفل اوف سيجنيفيكانس او الالفا ليفل اللي عندي اللي هو 0.01. انا هعمل ايه؟ اول حاجه اجيب العهده بتاعتي، العهده بتاعتي اللي هي النورمال بروبابيلتي او الزي سكور النيجاتيف، العهده بتاعت، لان انا ليفت تيل تيست. هدور على ايه؟ ماينس 1.86. انا اتعلمت ان ماينس 1.8 انا هجيبها من هنا، وهجيب الرقم المئوي ده هجيبه من فوق. ماينس 1.8 اهي اللي انا شايفها قدامي اهي، وعندي 6 موجوده اللي هي موجوده هنا دي، مظبوط، نعلم عليها، وبالتالي هنعمل خطين ونقابلهم ببعض علشان نعرف المساحه. المساحة دي طلعت 0.0314. هي فين دي على الكيرف؟ عايزين نبص عليها كده. هنبص على ال 0.0314، هنلاقيها في الحتة دي. بقت دي المساحة بتاعت البي فاليو. يلا نقارن البي فاليو بالالفا فاليو بتاعي. هنقارن مساحة بمساحة. أنهي أكبر؟ 0.03 ولا 0.01؟ البي فاليو هنا انا شايفه ان هو اكبر من الالفا فاليو، مظبوط كده، وبالتالي انا ما عدتش الحته الخطره، انا موجود في الحته البروبابيلتي بتاعها احتمالها كبير. if the p value is high، higher يعني من الالفا فاليو، the null must fly، يعني انا هبقى على النل هايبوثيسيس بتاعتي او اعتقادي الحقيقي.